في الآونة الأخيرة شهدت منصات التواصل الاجتماعي ظهور العديد من صانعي المحتوى الخاص بوصفات الطعام، فمنهم من يسعى إلى تقديم طرق سهلة وبسيطة لتحضير الطعام، وآخر الهدف أو هدفه هو طهي الوصفات الغريبة والجديدة، ومجموعة أخرى تحاول إعداد بدائل للأطعمة التي تقدم في المطاعم لتناولها في المنزل. ولكن هل من الممكن أن يصل الأمر إلى أن يشرب الإنسان عصير البرسيم؟ خلال الساعات الماضية تداول المستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصانعة محتوى مصرية لقناة عبر يوتيوب باسم مامت نادين، تقدم من خلاله وصفة لإعداد عصير برسيم كبديل لعصير القصب. فلنتابع هذا الفيديو، بالتأكيد نعود إليكم. نحن بالتأكيد لا ننصح بهذه الوصفة عزيزي المشاهد. هذا المقطع أثار غضبا كبيرا بين المستخدمين، حيث أكد البعض منهم أن الأمر لم يصل إلى تناول طعام الحيوانات كغذاء للبشر بشكل طبيعي، فيما ذكر البعض الآخر بأنه يستخدم فقط كعلاج في بعض الدول مثل الولايات المتحدة وأيضا بريطانيا. فشاركنا عزيزي المشاهد، هل من الممكن أن تتناول هذا العصير؟